بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقلنا قد أفلح المؤمنون جاءت بحرف التحقيق وقد، لأن في آخر السورة التي قبلها لعلكم، فيريد أن الرجاء قد تحقق ووقع الإيه؟ الفلاح بالفعل. وقلنا إن الفلاح مأخوذ من فلاحة الأرض، وفلاحة الأرض معناها أنها نحرسها، والحرس سمي الزرع لأن دي أهم حاجة في الإيه؟ في الزرع. يبقى الفلاح هو الفوز، الفوز بأقصى ما تتطلع إليه النفس من إيه؟ من خير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى مسألة إنهم يؤدوا الصلاة في المؤمنين مسألة إيه؟ مفروغ منها يعني. يبقى عايزين إيه الهيئة اللي هيكونوا عليها في الصلاة؟ الذين هم في صلاتهم إيه؟ يعني زي ما تقول الوان كن في درسك مستمعا لأستاذك بإنصات. يبقى كونك تروح المدرسة دي مسألة يعني مفروغ منها، وتروح في المواعيد مفروغ منها، وتحضر مفروغ منها، بس أنا عايزين الحالة اللي تكون فيها في المدرسة. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع معناه اطمئنان القلب، ومعنى اطمئنان القلب أن القلب ساكن في مهمته هذه، فلا يشتغل بشيء آخر، لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. وما دام في حضرة ربه يبقى كل شغله مع مين؟ ولذلك قال بعض العارفين: الذي يتعمد أن يعرف من على يمينه ومن على شماله تبطل صلاته. يعني يبقى معناه انه ايه؟ وسيدنا عمر حينما دخل على رجل في الصلاة ورآه يعبث بايه؟ لحيته كده، فضربوا على ايده كده وقال: لو خشع قلبك لخشعت جوارحك. لان الجوارح بتستمد الطاقة من مين؟ من القلب، بيدي دم. فقالوا: لو ان القلب مشغول بحاجة تانية كان القلب يذهل عن الجارحة ما يدهاش دم. فلو ان قلبك مشغول، ولذلك بعض الصوفيين يقول له واحد بيسأل واحد: ما حكم من سهى في الصلاة؟ أم هو ضحك كده قال له: عندنا أم عندكم؟ قال له: إيه عندنا؟ وإحنا عندنا لنا عند وأنتوا لكم عند؟ قال له: أيوه. يا فقهاء، اللي يسهى في الصلاة عندكم نجبره بسجود السهو، إنما إحنا عندنا اللي يسهى في الصلاة نقتله. يبقى مسألة يعني إيه؟ أما كبيرة قوي. الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. أما لك لأن إزاي ربنا ما يستحقش مني إن فترة الصلاة دي ما نشغلش بغيره؟ طب ده سيب لي كام ساعة من الليل والنهار؟ هو بيطلبني كام مرة؟ 5 مرات، كل مرة تاخد كام دقيقة؟ 5. خلاها 5 بس عشان يعني ما ينقرهاش كده، خلاها 5 دقايق، يبقوا 5 في 5، 5 ما وصلوش نص ساعة، يبقى سايب لك 23 ساعة تربع فيهم زي ما انت عايز. والنص ساعة اللي عايز يستحضرك فيها لصالحك ان تكون مع في جلوة مع ربك، تاخد طاقة الامداد والمعونة واشراقات النور تستكتر ايه؟ ده ما يصحش انك انت تشتغل بها بقى. الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. طيب، والذين هم عن اللغو معرضون. ده من الخشوع في الصلاة. يجي مثلا واحد بيقول: انت ليه تملي حريص على ان تكون امام؟ حريص على ان تكون ايه؟ امام. مع ان الحرص على انك الامام دي وطالب الولاد لا يولى. قال: والله ما انت عارف انا بعملها كده ليه؟ قال له: ليه؟ قال له: انا لما ببقى مأموم والامام يقرا، الشافعي يقول لازم تقرا الفاتحة، وابو حنيفه يقول لا، قراءه الامام قراءه الماموم. فانا عايز انشغل بالشافعي وابو حنيفه ويقول لي كده، انا بصلي امام عشان اقرا وخلاص وتنتهي المساله. نعم.
والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، وأطلق على كل فعل لا جدوى له. يبقى الشيء اللي يعني ما فيش فيه فايدة وكلام هذا كده يبقى اسمه ايه؟ ولذلك ايه؟ وإذا مروا باللغو مروا كرام. كرام ما ينشغلوش بحاجة ايه؟ ولكنك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا ايه؟ والغوا فيه. ولذلك بقول لك من النعيم اللي في الجنة انك انت ما تسمع فيها لا يسمعون فيها لغوا. اكن بقى من مصائب الدنيا اننا بنسمع لغو كتير ونسمع عرف كتير، انما الجنة ما فيهاش ايه؟ لا يسمعون فيها ايه؟ لغوا. وإلا في آية إلا قيلا سلاما سلاما، وفي آية لا يسمعون فيها لغوا ولا ايه؟ تأسيما إلا قيلا ايه؟ سلاما ايه؟ سلام. وبعدين يقول لك برضه في الخمر ان ما فيهاش لغو، لان لما الخمر بقى تاخد عقله يبتدي يقول كلام ايه؟ زي ما يكون بقى ما مبسوط. والذين هم عن اللغو ايه؟ معرضون. معرض يعني متجنب الاصل فيه، انما احنا الاعراض له يعني صورة لحركة إباء النفس لشيء. يعرض يعني زي ما بيقول كده الدين عرض كتابك. والذين هم عن اللغو إيه؟ معرضون. وبعدين المقياس بيقول لك إيه؟ كل عمل مش هتاخد عليه ثواب كده من الله يبقى ده اسمه لغو. فاحرص إن تكون حركتك كله في عمل لك عليه إيه؟ لك عليه ثواب. الراجل اللي دخل عليه الله دخل عليه واحد يغسله في امر من الامور، وبعدين هو مش في ايده هذا الامر ويحب يقضيه، عايز يقضيه ما هوش في ايده، فعايز يعمل حركه الامتناع عنه برضه عشان ياخد عليها ثواب، فرفع ايده. اللهم انه عبد قصد عبدا وانا اخذ بيده واقصد ربه. خلاص، فاجعل تصويب خطئه في قصده تصويبا لقصدك. على بقى خطئه حب برضو يستفيد بيه، يقول لك اهو ده ما اقدرش على، لانما انا ايه ادخل على ربنا من هذه الايه من هذه الايه. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. احنا طبعا تعرضنا للآية دي كتير، قلنا ما معنى الزكاة؟ الزكاة أولا تطلق على معنى التطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم. يبقى الزكاة الأول إيه؟ تطهير. لأن يمكن الغفلة أصابت الإنسان في جمع ما عنده من المال في حالة كده، يعني فلما تطلع صدقة تبقى طهرت الإيه؟ تطهير وإيه؟ ونماء. يبقى طهرت الأصل وإيه؟ ونميته. قد افلح ايه من زكاها. هناك بقى ايه؟ والشمس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى والسماء وما بناها والارض ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقوى. هي جعلها مستعده دي ولدي تعمل دي وتعمل دي، الساعه تدورها غربي تمشي تدورها تمشي، فالهمها فجورها وتقوى قد افلح من زكاها. زكاها يعني ايه؟ نمى ملكة الخير فيها، يلاقيها يصعدها. وتصعدها بايه؟ انك تقول اف العمل اللي انت بتعمله ده ان كان في ظهره انه هينقص منك شيء هو هيجيب لك اشياء، تقوم انت تصعد الايه ملكات الخير في نفسك، تبقى بتنميها ولا بتنميهاش. ولذلك ربنا يجيب الامرين المتناقضين يدي متناقضات. الربا بيزود المال، المية بتبقى 110، والزكاة بتنقص المال لأن المية بتبقى 97.5، مش كده؟ فيقوم يختار الربا يقول يمحق، اللي بيزود يقول يمحق الله الربا، واللي بينقص ويربي الصدقات. يبقى جاب المسألة من إيه؟ أنت فاهم إن دي إيه؟ الربا بيزود هذا محق، وأنت فاهم إن الزكاة بت إيه؟ بتنقص. ليه إيه؟
ولذلك الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. دول اللي بيضعفوا، اللي يعرفني إيه اللي بيضعفوا. ولذلك احنا قلنا كان في بلد في رحنا كده اسمها كفر ابو نبهان، وفي واحدة اسمها ام علي، وابوه طيب وبيزرع كده وبتاع، قامت هي لما قلت له يا ابي تاء الغلة هياخد الكام كلا اللي موجودين يزورهم في الارض يطلعوا غلة، وهي نفسها تعمل بليلة عشان تودي لبنتها المتجوزة شوية بليلة. قامت راحت واخدة شوية من الايه الغلة وركناهم كده، فلما راح الراجل لا الغلة مش هتقضي سبع حتة اخور اخوه زرع عنده تمام. لما جم يخزنوا الغله بقى ام علي وابو علي، اما الراجل ده جاب مش عارف كام زكيب، اربع زكيب، وهم جابوا ثلاثة بس. انت عارف ثلاثة بقى ده اربعة ودي ثلاثة، اربعة وثلاثة. انت قلت اشمعنى اخوك، اشمعنى اخوك يعني جاب اربع زكايب وانت جبت ثلاثة وبتاع؟ قال له ما انت عملت بالثالث بليلة. عملت بالتالت ايه؟ بليلة. يبقى الزكاة معناها ايه بقى؟ اولا طهارة، طهارة للمال، لان يمكن يكون في الغفلة دخل في شيء. ونماء هتدي حبة يديك ايه؟ 700، واولئك هم الايه؟ المضعفون. طيب هل هنا بقول طب الصالح هيقوم ويبقى راجع؟ أم قال لك شوف تربية المقامات العالية. الصلاة ما بيقولش صلي الذين هم للصلاة مؤدون، جاب الصلاة مقطوع بأنها تحصل، بس دي حاجة إيه؟ خشوع. والزكاة برضه ما قالش هم مؤدون، ما قالهاش، أمال إيه؟ فاعلون. يعني إيه قلنا إيه؟ مش معنى قال الزكاة فاعلون. أم قال لك من تربية ملكة الخير في الزكاة إنك أنت مش تعملها علشان تأديها، ده أنت في ساعة ما بتشتغل قدر إنك أنت تشتغل على قد طاقتك مش على قد حاجتك، وتاخد حاجتك والباقي في نيتك وأنت تعمل إنك أنت تطلع الزكاة. يبقى في نية الفعل ساعة الفعل إنك أنت تطلع إيه؟ تطلع إيه؟ يبقى زي الصلاة وخشوعها ولا لا؟ والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. احنا نبعد الفروج جمع فرج، والفرج هو الفتحة يعني، وطبعا للرجل سوءتيه وللمرأة سوءتيه، فالفروج بالنسبة للرجل والمرأة ايه السوءتين بتوعه، مفهوم كده. والذين هم لفروجهم حافظون، كأن الفروج لها مهمة، بس احفظ الفرج عشان يؤدي هذه المهمة. خلاص مهمتهم موجودين، مرة مثلا عادم الماء ينزل، ومرة عادم العضلات الغليظة ينزل، يبقى هذه من ناحية. وفي العملية التانية الجنسية له مهمة ايه تانية، يقول لك حافظ يعني خلي المهمة عشان كده بس ما تزودش. والذين هم لفروجهم حافظون، طب نحفظ عن ايه؟ اما قال لك الا على ايه؟ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير إيه؟ ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يبقى معتدي. ابتغى وراء ذلك، كلمة وراء احنا كنا قلنا زمان إنها بتستعمل في القرآن استعمالات متعددة. هنا من ابتغى وراء ذلك يعني ابتغى غير الأزواج والما ملكت اليمين يبقى إيه؟ معتدي. احنا قلنا المعتدي اما يكون في الحق في الاوامر ولا في الايه ولا في النواهي. فان كان في النواهي يقول لك اوعى تقرب، وان كان في الاوامر اوعى تتعداها. وراء هنا معناها غير، واحل لكم ما وراء ذلك، انا حرمت كذا وكذا 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 ايه، واحل لكم غير هذا، يعني يبقى ايه غير هذا يبقى حلال. وبرضو وراء تستعمل استعمال اخر بعد، لأن الغيرية قد تتحد في الزمن، ودي غير دي يقول اتنين موجودين في وقت واحد، إنما البعدية زمن مختلف.
ولذلك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني من بعد الزمن هيبقى ايه؟ هيبقى مختلف لان ده ابن ابن من وراء إسحاق ايه؟ يعقوب. وكلمة وراء برضو تنطي على الخلف، يبقى خدنا من وراء كلمة ايه؟ غير، زي هنا الآية من ابتدى وراء ذلك يعني غيرها وبعد اللي هي ايه؟ ومن وراء إسحاق ايه؟ يعقوب. والخلف برضو يطلق عليه ايه؟ وراء. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا ايه؟ تكتمونه. أنا بزوه يعني ما خلوش قدام عينه كده، نبذوه وراء ايه؟ ظهوره. وبعدين برضو تيجي وراء بمعنى اخر، بمعنى امام. شوف ازاي معنى مخالف، انت فاهم وراء تبقى هنا بقى، لا امام. ازاي؟ اما قال لك السفينة ولا اما السفينة ايه؟ فكانت لمساكين يعملون في البحر وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ده الملك قدامهم قال لهم السفينة اللي تمر خدوه، يبقى كان قدام مشيهم. وكان وراءهم ملك مش متتبع، ده كان قاعد لهم على السفينة اللي تمر كويسة يروح ايه؟ يروح واخدها. يقول لك ايه؟ والتاني يقول ايه؟ من ورائه جهنم، هو خلوه يعمل اللي يعمله. جهنم من وراء. طب جهنم من وراء ولا قدام الشحيق؟ من وراء. زي ما تقول له انا وراك وراك، انا ايه وراك وراك. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. طبعا ملكت ايمانهم هذا حلال لم يعد له موضع، ما عادش فيه حاجه اسمها ايه. يبقى الان دلوقتي اللي ايه، ولذلك لما يجي يقول لك ده مملوكات قول له لا، القانون البشري الدولي حرم انه يقول. ولذلك جم للجماعة الناس اللي كان عندهم اماء قال لهم نشتريهم منكم ويعتقوهم لوجه الايه، لوجه الله. يبقى ده المصرف ما عادش ايه، يبقى ده ما عادش له ايه مدلول، الحكم معطل. فرق بين ان يعطل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين ان يلغى الحكم. دي الحكم ما اتلغاش، الحكم انما موضوعه مش لاقيه. طب هب ان فيه بيئة كل الناس اللي بيشتغلوا فيها كويسين وموجودين، ما فيش فقير ولا مسكين، يبقى مش هنعطل الزكاة. تبقى الزكاة هي موجودة بس موضوعها موجود. ولذلك مثلا السطحيين يقولوا ان عمر بن الخطاب ألغى سهام المؤلفة قلوبه، ما ألغاش إلى أنه لا يملك أن يلغي حكما من الله، إنما ما وجدش المؤلفة قلوبهم فموضوعهم مش موجود. لكن لو جيت بعد كده، طب احنا دلوقتي، طب ما احنا في ناس وأقلام بدنا ناخدها لناحية الإسلام، بنألف قلوبهم. يعني بلاد تانية مثلا الإسلام والمسيحية بيكتفوا عليهم ويروحوا يعملوا مش عارف ايه، هم بيعملوا لهم حاجات خير وياخدوهم مش برضو، احنا بنألف قلوبهم ونروح برضو نعمل لهم حاجات خير علشان ما يروحوش فيه المؤلفة قلوبهم. يبقى عمر ما ألغاه، عمر عطل حد الحد في عام الرمادة، لا ده ما عطلوش، هو حينما عطل نصا احيا نصا، لان عندنا ادراءوا الحدود بالشبهات. وما دام عام جماعة يبقى خد عشان ياكل، ها خد عشان ايه ياكل. وما دام حد خد علشان ياكل يبقى ما وصلتش لنصاب السرقه، لان نصاب السرقه معمول بايه؟ بعد قدر يكفي الضروره، يكفي ايه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال لك طب يعني اذا جت حرب بين مؤمنين وكفار وبعض قصروا منا واصرنا منه، قال لك ايوه توجد الايه؟ ملك اليمين. بس هتيجي قوانين دوليه انت ربطت نفسك بيه وقلت لا مفيش رقيق مفيش ايه؟ انت اللي ربطت نفسك بيه واتفقت معاهم على ان مفيش رقيق، انما لو وجد يبقى موجود ولا لا؟ ودي ما هيش صب، ما بياخدوها صب في مين؟ صب في الاسلام. يقول لك ايه يعني ملك ايمانكم بيملك مثلا كام وكام وكام؟ ما هوش فاهم ان كرامه المملوكه ارتفعت بهذه الاباحه، لان المقصود دي لو كانت في حرب ولا بتاع ولا اي حاجه مقصوره وتبقى ذليله في بيت الراجل اللي اسرها. طب ده هو اسرها
حفاظا على حياتها، لانه كان يقدر يموتها ولا لا. كل مملوك من الاسر كان من الممكن الواحد ما دام قدر انه يؤسره يبقى كان يقدر يموت ولا ما يقدرش يموته؟ كان يموته، لكن الله حمى دمه وقال له لا ما تموتوش، ده هيبقى بتاعك. فنمى في النفس النفعيه وقال له ما دام تقدر تستاسره خده، بس فيه شروط بقى هنبقى نقولها لك بعدين. اللي يعمل كذا اعتق رقبه، اللي يعمل كذا اعتق رقبه، انه عمال يحبب في العتق. وان كانت ست بقى قاعده في البيت وبعدين تشوف الزوج، تشوف رب البيت او السيد بتاعها ويا بيته وبنته اللي متجوزه جوزها وعمالين يعني بعض كده، وهي قاعده بقى كده، يوم ربنا يبيح لسيدها ان يضاجعها. ليه؟ لان لما السيد يضاجعها تقوم لا تجد لربة البيت مزيه عليها. خلاص، واذا حصل وحملت منه بقت حره، يبقى بده يحرر ما بدوش يحرر، بده يحرر. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شوف مش ممدوحين بس ما نزمهمش، ما نزمهمش يعني. فمن ابتغى طلب وراء ذلك أي غير ما نقوله في الأزواج وما ملكت أيمانهم فأولئك هم العادون الذين تجاوزوا إيه حدود ما أبيح لهم من شرع الإيه من شرع الله، والذين هم لأماناتهم وعهدهم معهم. أمانة وعهد يراعهم الاثنين. الأمانة هي إيه؟ الأمانة ما استؤمنت عليها، وشيء استؤمنت عليه عهد الإيمان بالله. أنت أمنت الله يبقى راعي، ما دام أمنت بالإله ابقى نفذ إيه أوامره. يبقى فيه للحق أمانة وللخلق أمانة. أمانة الحق إيه؟ إنك أنت آمنت به، يبقى دي إيه خلاص. ولذلك هناك إنا عرضنا الإيه؟ الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. يوم ما حملت الأمانة يبقى أدي بقى الإيه؟ أدي، وإن أنت كنت يعني ملسحوب من لسانك وقبلتها، خلاص قبلتها يبقى إيه؟ يبقى أديها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم كل ما يتعهد به إنسان لإنسان في غير معصية. يبقى لازم توفي. قال لك ليه؟ لأن العهد مع إنسان ربطت حركة الإنسان في دائرة إنفاذها. نتقابل بكرة في المكان الفلاني الساعة كذا عشان نعمل كذا، هو حيرتب أموره على هذا، وانت بقى تخلفه تبقى انت رخدت راحتك في زمنك وهو تقيد. وما خدت راحتك في زمنك وهو تقيد في زمنه تبقى ضيعت مصالح، ولا ما ضيعتها شيء تبقى ضيعت مصالح. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله، طب ما هو برضو ايه قال لك ده ديك في الهيئة الخشوع، انما دي علشان ايه؟ علشان العمل. والذين هم على صلواتهم ايه يحافظون، يعني يؤدونها ايه في اوقاتها. لان الحفظ انك انت تاخذ كل شيء في ميلاد الظهر جه، يبقى الناس بقى يقول لا امتداد الوقت للصلاه يدل على انك انت في اي وقت، مثلا من صلاه الظهر من اول الاذان لحد ما يجي العصر، صلاه العصر من اول العصر لحد ما يجي المغرب، صلاه العشاء من اول ما تيجي العتمه او الشفق يغيب الى ان يجيء الفجر. يقول له صحيح هو كده، انما اذا ابقاك الله حيا ان تصلي العشاء قبل الفجر يبقى سقط عنك خلاص، ما انتش اسف. انما من يضمن لك ان تعيش اليها؟ لذلك الصلاه لوقتها، لانك لا تملك ان تعيش، تظل غير قاسم الى اخر لحظه. الذي يستطيع ان يحج خلاص يستطيع ان يحج، لو ربنا ابقى لحد اخر مش عارف وبعدين يحج في الاخر يبقى خلاص، من ضمن له ان يعيش الى ان. فاذا في اول استطاعه يجب ان تحج، لانك لا يبقى تاسم في اخر لحظه ان جه الوقت اهلا وسهلا. والذين هم على صلواتهم يحافظون، اولئك فيهم الاوصاف دي كلها هم الوارثون.
وارثون. ما هو الميراث؟ هو ايه الارث؟ هو ايه؟ اخذ حق، حق من غير عقد او هبة. من غير عقد، لان الوارث بياخد من مال مين؟ المورث. طب اخذ حق شيء من الغير لازم يكون في ايه؟ يبيع يا هبة. هنا لا بيع ولا هبة، اللي هو الميراث. ولذلك هو قال له طب هو ده حقك؟ قال له ايه؟ قال له طب ايه صكك عليه؟ قال لي صكي العقد بتاعي، انت مش فاهمه؟ قال له لا مش فاهم. قال له صكي يوصيكم الله في اولادكم. ادي العقد بتاعي، ادي الايه؟ العقد بتاعي. وما دام فيه صك من الحق ما تقولش ان ده ماخوذ بغير عقد او هبه. ده العقد بتاعي، بس عقد من مين؟ عقد من ايه؟ من الله. ولذلك يجي مثلا اللي يبقى عنده مال مثلا وعايز يدي للصبيان، يسيب الايه؟ ويسيب للبنات، ان كان عنده بنات عايز يكتب لهم اللي عنده علشان اعمامه واخواته ما ايه؟ ما يوسوش ولا ياخدوه. حاجات زي دي بتحصل كتير صور في المجتمع. تقوم تقول له تعالى المساله، الله اباح لك ان تتصرف ما حييت فيما ملكك. عايز تتحكم فيه بعد ما تموت كمان؟ لا، سيب بقى واهبه لك وانت حي هو اللي يتصرف فيه. ولذلك قال فريضة من الله، فريضة. فاللي بيتأبى بيتأبى على مين؟ بيتأبى على الله. ولذلك لما يجي لنا ناس في مثل هذه المسائل يقول له انت عايز تدي للصبيان وتسيب البنات، ان كنت بتحب الصبيان ادي للبنات حقه. ان كنت، ولذلك في ناس ربنا يدي لهم اشراق وابوهم عمل كده، يجوا ليه؟ ويقولوا احنا عايزين تفك المسألة دي ونبتدي نورث على شرع الله. نورث على مين؟ يعني ما يقبلوش هم انهم يبقوا زايدين عن مين؟ وبعض الاخوه يقول لا انا راضي، والتاني ما يرضاش. يوم اللي ما يرضاش يقول طب انا هتحمل نصيب اخوي واديه برضه لاخواتي. بعد ذلك يقعد كده تشوف الخير بقى اللي ربنا من ايه؟ لان اللي يجعل اعتماده على ما ترك ربنا طيب يخليه وياك بقى. لو اعتمادك علي انا اديك غيره واربي لك الحاجة القليلة اللي عندك اخليها ايه؟ اخليها كتير. وبعد ذلك يجي واحد يقول لك عنده بنات مش مخلف ذكور. لو مخلف ذكور يقوم يمنع مين؟ العم وابن العم والاخ والكلام ده. انما ما عنده ذكور يستكثر ان عمه ولا اخوه ياخذ من الميراث. قل له يا اخي انت لست عادلا. كان يجب ان يكون العمل مثلا بمثل. لو انك تركت بناتك ولا شيء لهم من مالك، ما فيش حاجه عندهم، وبعد ذلك اصبحوا محتاجين، من يعولهم شرعا؟ أمامك أو أخواتك. يبقى إذا كانوا في وقت الحاجة ما لهمش إلا دول، يبقى لما يبقى عندهم حاجة عايز تطلع دول. طب ده أنت عملت كده لأن ما لهمش ذكر، يبقى يعني حامل. تقوم تحرمهم الذكر اللي موجود دي، ما تخليهم، ما يمكن جوزهم يغضب عليهم ولا يغضبوا ولا يطلعوا ولا إلى آخره. ما تخليهم كده. وإلى أن شاء الله.